اهلا ومرحبا بكم مشاهدي متابعي قناه شوف تيفي في جمعه مباركه لجميع الامه الاسلاميه والعربيه فين ما كنتم اهلا ومرحبا بكم اليوم حطينا الرحال لدوار مسكر نتمنى الاخوان المشاهدين المتابعين اللي معنا في هذا البث المباشر اكد لنا جوده الصوت والصوره اليوم جينا لهذا الدوار هذا اللي سميتو دوار مسكر هاد الناس عملوا واحد الجمعيه خيريه كان عندهم واحد المسجد تاريخي قديم قرون وقرون عنده حسب ما حكاو لي انايا المسجد كان قديم وما بقاش يعني صالح الـ يعني إقامة الصلاة فيه يعني كان نظرا للحالة المهترئة ديالو قديم عملوا هاد الجمعية هذه المعلومات ديالهم هما هادو تنجد القلوب الرحيمة والمحسنين داخل الوطن وخارج الوطن أي واحد بغي يتعاون مع هاد الناس في بناء بيت الله فما تبخلوش عليهم وعلى الأقل نشروا هاد الفيديو وهاد النداء ديال هاد الناس هادو لي من خلال هاد البات غادي نقربكم إن شاء الله الرحمن الرحيم من الساكنة وال ديال هاد الدور هذا والمناشده ديالهم وشنو اللي اه باقي خاصهم عملوا واحد الجمعيه وتفارضوا ولكن لا اله الله يعني الناس فقراء دروش على قد الحال ما يستطعوش انهم آه بحيث يتم المسجد جاو معنا اليوم هاد الناس عيطوا لنا جينا لبينا النداء نتمنوا تنتوما نخرطوا معنا في هذه العمليه بما اننا هاد الشهر المبارك عند الله اللي تعاون مع هاد الناس في بناء بيت الله جزاه الله خيرا سي انت هو ال... هو الفقيه ديال الجامع ياك تفضل نعم انا هو الامام في المسجد من 2009 الى يومنا هذا وانا مازال فقيه في الجامع هاد الدوار هذا سميتو مسكر تابع قياده سيدي بوصبر اقليم وزان اقليم وزان نعم المسجد اللي كان عندكم كان قديم دي. المسجد اللي كان عندنا كان قديم وكما بقاش صالح باش يتقام فيه الشعائر ديال ديال العباده و من 2009 وانت مشارك وانا من 2009 الى يومنا ودابا انا من خلال هذه القناه ديال شوف في اناشد واخاطب المحبين والاغنياء الاسخياء يعاونونا يعني في هذا المسجد نبنيوه لان رحنا تنعانيو لا في الحراره ولا في البرد عندنا غلب هي اللي تنصليو فيها وها انتم غتشوفوا من الصورة ديالها كيفاش دايرة يعني ودايرينها مؤقتة ولهذا تنطلب من من اللي شاهد هذه القناة ديال شوف تي يوقف معنا على حسب الإيمان ديالو حتى يتبنى هذا المسجد إن شاء الله ويرجع كما كان في العهد ديالو تتخرجوا منه حفظة القرآن الكريم وتخرج منه الفقهاء والعلماء والوعاظ والخطباء يعني هذا المسجد راه بمثابة جامعة أنت عمي فقه قرأت هذا المسجد هذا؟ أنا قرأت أنا حفظت القرآن الكريم على الفقه الريفي رحمه الله هنا وقرأ وكنت نتعلم نكتب على الف... عل... السعلي الحاج السي الحاج علي العبودي هنا كنت أعلم نكتب وكان دي ساعه كانوا الطلبه هنا العلوم الشرعيه كان هنا تتحفظ المتون وتدرس الشيخ ليل وابن عاشير والازهري وجميع المواد المواد ديال دي دي العلوم الشرعيه كانت تقرا هنا في هذا المسجد كانت تقرا في المسجد حلقات وحلقات شحال كان التاريخ ديالو هذا المسجد هذا التاريخ ديالو التاريخ ديالو ما يفوق على ثلاثه ديال القرون ما شاء الله ما, ما يفوق ثلاثه ديال القرون هما هما تسعود ديال المساجد في سلطه كامله تسعود المساجد اللي هما التاريخ ديالهم تيفوت ثلاثه ديال القرون ما شاء الله معلمة تاريخية معلمة تاريخية تخرجوا منا أطور كبيرة من تخرجوا منا أطور أساتذة جامعيين نعرفهم أنهم قرأوا هنا وزادوا تكملوا الدراسة ديالهم وأصبحوا أساتذة جامعيين ما شاء الله وأنا أعرفهم ما, شاء الله. ما, شاء الله. ما يعني كرشال العواد فيه... باش كنبني بالسيمه كنبني ب... كنبني غاب كنبني غاب الطين والحجاره وال... والاعمده ديال اللي كانت شاده القصدير العواد اللي كانوا شادين القصدير كانوا رشاو كنا بقينا غاتن في ما الريح تنقولها هي تنقولها دابا غادق الشعب دابا ما غيبقى والو دابا غيترفع القاس وغيبقى المسجد عريان تناشد <applause> المحسنين <applause> والقلوب وناشد المحسنين وحنا مقبلين على شهر ديال رمضان وانا اناشد المحسنين الاسخياء الاغنياء ليسر عليهم سيدي ربي يوقفوا بجانبنا وتنتمناو هي يعني انهم يتكفل بها شي غني الله يجيبو من مكان يا برا خارج الوطن ولا داخل الوطن ويجي ويهز علينا التكلفه ديال المسجد لان اهل القريه وحدهم لا يستطيعون ج... المسجد قال الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله تعالى بنى الله له قصرا في الجنه ####ما شاء الله... وهذا ما أقول و... و... وأشكركم على القدوم ديالكم وأشكركم على الوقوف بجانبنا للقناة ديال شوف تيفي... شي نصيحة... تعطيها للناس اللي تيشوفوا اليوم في الدنيا وفي هذا اللي تعاون واللي تيدير الخير. أه النصيحه اللي انت واحد رجل طيب الكلام ديالك ما شاء الله مقبول. جزاك الله بخير. ومزيان بغينا نستافدوا منك شويه أه يا عمي النصيحه اقولها وهو ان الزكاه بالزكاه الصدقه الناس يتصدقوا أه الصدقة. أه الصدقه نور. والصدقة تطفئ الخطيئة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. والصدقة نور والصدقة برهان برهان على على, على ايمان صاحبها، وما اجمل وما احلى لانسان ان يتصدق بماله في بناء المسجد لتكون صدقة جارية، صدقة جارية يموت ويبقى ثوابها يصل اليه وهو في قبره فهذا ما اقول آه عمي الفقه عاد ناخذك في, البي... في النهايه ديال ها اللايف هذاك والخاتمه ديالو بايات بيّنت من الذكر الحكيم ان شاء الله والدعاء للمسلمين وال... والمشاهدين والجميع اللي عشاهدنا آه بس وخا شكرا مشكرا نشوفوا آه واحد من الساكنة أو الأمين المال ديال الجمعية أن معنا في بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حنا الدور مسكر الجامع السفلى حاجة ماسة للمحسنين المحسنين كترم الله والحمد لله كاينين المحسنين وقابضين في الدانة وتقول لك من الآخر حنا معاكم والناس ديال الدوار الناس لا حول ولا قوة لهم ناس ضعفاء العالم القروي العالم القروي هاش والناس يلا مكتفين مع مع الوقت والوقت صعيبة وكل شيء غلا كل شيء شاعل وتنطلبوا من المحسنين اللي هما خارجين واللي عسكر والمعلمين والاساتذه حنا الدوار ديالنا ما يفوق عن 500 شخص ولا 600 شخص اللي هما عسكر خارجين تنطلبوا منهم كاملين يساهموا معنا ويوقفوا معنا ويدعمونا واللي تيشاهد هذا الفيديو وتنشكروا شوف طيب اللي من اللي تيجي يتفرج في هذا الفيديو يبارطاجي مع ناس اخرين واللي تعرف شي محسن ولا شي حاجه يتدخل باي طريقه بغى يجي لعندنا مرحبا به شحال النمره ديالك النمره ديال التليفون ديالي 06 78 11 29 01 العيشات تاع عبد السلام واللي أمين المال انا امين المال وحنا فاتحين الحساب بريد بانك وفي الخزانه العامه في الشاون ها هو راه صورنا في البدايه المهم احنا فاتحين جوج حسابات الحمد لله وكاين المحسنين كاينين حنا ما نقولوش ما كاينينش بيجزين. والله يجازيكم بالخير والله يكثر عليكم والله يعطيكم نجد نفقوا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم الصدقة نور الانسان صدق وقال اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث صدقه جاريه من بينها المساجد العيون شجر أي حاجة جارية صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له وحنا نطلب من المحسنين لأن وما تقدموا لأنفسكم تجده عند الله هو خيرا وأعظم أجرا صدقة نعم سيدي كتاب الله تنتفع الجامع متى يسر من كتاب الله ما تحملش كتاب الله ولكن قريث من هنا يمزيان نعم قريث. مسجد كان تاريخي قديم كان تاريخي قديم فوق 300 سنة عنده ما يفوق على ما تحكوا الأجداد ديالنا انا الاب ديالي الاصل ديالو ماشي من هنا من مكتامه وجا عاش هنا وتيسكن قدام المسجد وواقفين بجنب المسجد حنا تسكنو معايد المسجد وقايمين به اي حاجه على قد الاستطاعه ديالنا وتنطلبوا من المحسنين يدعمونا ويوقفوا معانا حنا ربي هو اللي عالم حنا تقدمنا لهذا المسجد تشفناه غير نهار فوق المصلين شحال من واحد تيقول لا شري ما كاش بقى صالح لا هو ديالو هو دابا حاليا الراشد تقبل فيه تتحتف <applause> وكان كبير ولا لا وقع شي كارثه القدر قدر الله وقع شي كارثه هنا كان يقدر يتسد المسجد خاطرة ويقدر يتترك وحنا هذا المسجد التاريخي وخرجوا منه علماء وفقهاء واجلاء وخاصنا يبقى تاريخ ويبقى يتعبد فيه الله حتى يرث الله الارض ومن عليها كما بنوا هذيك الناس الاسبقون لتن... اللي حنا كنا تريبوا وتنصبوا واحد الحجره الوزن ديالها تيفوق تيفوت جوج قناطر تنقول انا كيفاش هذا البنادم طلع هذه الحجره هنايا ما شاء الله. دابا الحمد لله كل شيء طوال كل شيء الآخر دابا المسجد احنا حفرنا وخدمنا وكافحنا لمده دي ديال ثلاث سنين ولا اربع سنين. وتقهرتوا. الله غالب. الدوله باقا ما ساهمتش معنا حتى بشي حاجه والمحسنين هما اللي واقفين وتنطلبوا من المحسنين يوقفوا معنا ويساندونا وتنشكروكم انتوما بزاف الناس تشوف الله يرحم لكم الوالدين والله يسدد الخطى الخطى ديالكم والله يحفظكم. وتندعوا مع المحسنين اللي سام حاجه الله تعالى تبارك يحفظه في الدنيا وفي الاخره ويصلح له الذريه ديالو ويصلح له الابناء ديالو امين كل شيء غيتسالى تبقى وجه الله أمين. تبقى وجه الله وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ان كان لله دام واتصل وان كان لغير الله انقطع وانفصل لان واحد صدقه تقدم انت توهب لله انا واحد الانسان من فرنسا كثر الله خيره ما عمره عرفني تواصل معي في التليفون عيط لي قال لي المسجد ديال مسكين قلت له قال لي شكون؟ قلت له فلان بن فلان. قال لي انا غنصيفط لك واحد القدر مادي. قلت له عندنا الحساب نعطيك الحساب. قال لي لا انا نصيفط لك انت وتعمل مسؤوليتك امام الله. جيت انا هنا لعند الناس وقلت لهم مشينا انا والسيد وجبنا دوزنا عند الدروقري وديرنا معاه في الواتساب تيهضر معنا مباشره هو اللي قال الدروقري شنو يدير ودابا تنطلبوا المحسنين هاد الدروقريات كاينين يمشيوا يخلصوا السلعه يجيبوا واحنا في امس الحاجه دابا حاليا واقفين على ثلاثه قناطر ديال 12 وجوج ديال 8 حنا باقي ما وصلوناش. ديال الحديد ما كرهناش والله الا والسعديه تسنى جل حاليا ولكن تطلبوا من المحسنين يعاونونا ويساندونا الله يرحم الوالدين هذا راه بيت الله ما لا فرق بين المسجد هذا وهذاك وهذاك كلهم بيوت الله تطلبوا المساعدة يعني سيما الحجر تنطلبوا السيما الحديد الرمله اللي يقدر على شي حاجه ولو غير يقدر ديال الحديد نعم تتشرفوا السيد اللي قسم الله تبارك الله واللي عطانا تيفرحنا دوار مسكر دوار ديال مسكر قيادة وصبار عملت وزن مسجد مسكر السوفلة العريقه القديمه اول مسجد اللي كان هنا في المنطقه عندنا في هذا في الدوار سيد الصوفي والعتام و... ولا جرار والقيراطي وداك الشيء كلهم كان المسجد ديالهم هي مسكر ما شاء الله يعني مسجد تاريخي تاريخي عريق عريق ما شاء الله وحنا راه اشاره جميع شي واحد اللي بغى يستفسر فينا وبغى يسول اللي بغى شي حاجه مرحبا به فوق الراس ما شحال بكم الاعضاء في الجمعيه؟ كاين سيدي خمسه خمسه ديال الاعضاء من الناس ديال الدوار من الناس ديال الدوار الله يوفقكم الله اللهم امين والله يكثر خيركم شحال الرقم ديال التليفون ديالك انت كامين المال 06 نعم 78 نعم. 11 29 01 اه اللي هضر معك صيفط له الرقم ديال الحساب ديال الجمعيه اه اي اللي كان المهم والجمعيه كعاد والجمعيه كعندها صح الصفحه ديالها نعم كنا ديرنا فتحنا واحد الصفحات اللي كان شي حاجه اللوحه وما عرفش شكون اللي مشى وقفه دابا مي تبغيو نديرو شي لايف ما تبغيش تدخلنا فيها نعم ونتمنى على الله احنا جينا لعندكم قناه شوف تي في لهنا ونوصلوا الصوت ديالكم الله يكثر خيركم وسيدي نكونوا همزه وصل بينكم وبين المحسنين واللي بغى يتعاون معكم فانتم في امس الحاجه للمساعده الله آه يرحم الوالدين توفيق والنجاح ان شاء الله عمي الفقيه نعم. ختامها بالقران الكريم ان شاء الله ان شاء الله ودعنا مع مع المسلمين والمشاهدين والمرضى والمرضى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر اسماعيل واسحاق إن ربي لسميع الدعاء ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله العظيم في الختام أشكر الإخوان ديال شوف في جوتا العدن لهنا جزاهم الله عن, عن هذا المسجد خيرا ووفقهم ورعاهم وايدهم ورزقهم بالتوفيق والقبول ثم ادعو لكل من ساهم معنا من المحسنين ان يساهم مره اخرى حتى يتبنى هذا المسجد ونتمنى لهذا المسجد يعطيه سيد ربي المحبين الاغنياء الاسخياء يوقفوا بجانبنا حتى نبني هذا المسجد ونشيده ونرفع منارته ويصبح في ويصبح جاهزا كما كان سابقا فالمسجد اللهم يا رب اغفر لنا اللهم يا رب وفقنا اللهم يا رب ارضى عنا وتب علينا واعنا واجعلنا من اهل الخير يا من بيده الخير انك على كل شيء قدير وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه والحمد لله رب العالمين ما شاء الله عليك ودي عمي الفقيه صوت رائع طريقه في القراءه في القراءه رائعه جدا ما شاء الله ما شاء الله عليك القراءه ديركت تدخل واحد الرحة على القلب ما شاء الله عليك وحتى المتتبعين والمشاهدين اللي معنا هنا كلهم عجبهم الصوت ديالك والطريقه في القراءه ديالك والتعليقات هما تيكتبوا لك كلهم تي... تيقولوا تبارك الله ما شاء الله آه نقدر نقول موهبه اكتشفناها اليوم يعني آه في القراءه وفي حفظ جيب. كتاب الله بالطريقه الوزانيه المغربيه الاصيله ما شاء الله عليك آه كنت رائع جدا ما شاء الله, وسي... شاء الله جل... جزاكم نقول الله بخير ونتمنى المتابعين يتفاعلوا وينشروا هذا الفيديو والمحسنين واي واحد يقدر يتعاون مع هذا المسجد في بناء بيت الله وحنا في اليوم بمناسبه في يوم الجمعه الرقم ديال الهاتف احد الاخوان تيقولوا لي الرقم ديال الهاتف عاود عاودنا الرقم ديال الهاتف ديال امين المال ديال الجمعيه 06 78 11 29 01 العيشات يا أبسلام صفر صفر ستة ثمانية وسبعين حداش تسعود وعشرين زيرو واحد هذا هو الرقم ديال ديال امين المال ديال الجمعيه وكاين في, في ديك البانو تا هو غنصوروا السميه ديال الجمعيه والسميه ديال ديال الدوار والرقم ديال الحساب والرقم ديال الهاتف نداء لكل الساده اللي عليتوه بزاف هذا آه. هو اللي بغى ياخذ شي صوره جزاكم الله بخير وحطها في التعليق ها هو الرقم ديال الحساب ديال الجمعيه المكلفه بناء هذا المسجد واللي صهر عليه ولا البناء ديالو هنا الدوار ديال المسكر واللي مقدر يعاون بوالو يتعاون مع هذا فدالو على الخير كفاعله يبارتاجي هذا الفيديو يوصلوا للناس المحسنين اللي يقدر يعاون بشيء قليل او كثير او باش مسخه الله كيف تنقولوا، هذا غير بيت الله. انا حاولت نصور لكم، ها هو فينا هو. عادين يكون عندنا حلقات ان شاء الله في القراءة وفي الحديث وفي برامج دينية، الى عجبكم هذا الفقيه ان شاء الله. غادي نعاودوا معاه يكون معنا ونستافدوا حنا معنا القراء المشاهدين والمتابعين غيكون معنا ان شاء الله خلال الايام القليله المقبله الجانب الديني حتى هو حاضر معنا تبارك الله المنطقه ديال الوزن غنيه يعني بحفاظات كتاب الله وقراء من نوع الجيد ما شاء الله عليهم واللي تيمثلوا المملكه خارج ارض الوطن كثير هما المقرئين من ابناء المنطقه فالمنطقه ديال معروفه بحفظ القران والتجويد يعني طريقه رائعه جدا عندهم في القراءه ما شاء الله مواهب كثيره نتمنى متابعينا مشاهدينا ما تبخلوش على هاد الناس وهاد الجمعيه وهذا الدوار إعادة بناء هذا المسجد شكرا لكم شكرا لكل الناس اللي كانوا تعلقوا هنا في هذا الفيديو شكرا الناس اللي تبارتاجوا وإلى اللقاء